بحضور فعاليات دينية ورسمية ودبلوماسية وشعبية حاشدة ومشاركة واسعة من رعاية الكنيسة الكاثوليكية في المملكة، أحيا المؤمنون الحج المسيحي في مزار سيدة الجبل ببلدة عنجر التابعة لمحافظة عجلون، وذلك في قداس إلهي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. هي الآلاف من رعايا الكنيسة الكاثوليكية في مختلف مناطق المملكة الحج المسيحي إلى مزار سيدة الجبل بمدينة عنجرة بحضور محافظ عجلون الدكتور قبلان الشريف ومدير شرطة المحافظة العقيد وصف العزام وشخصيات دينية ورسمية وحجدا من أبناء محافظة عجلون. وقد شارك المؤمنون في القداس الإلهي الذي ترأسه سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن بحضور السفير الرسولي المطران جوفاني دالتوزو وعددا من السفراء الأجانب وجمع من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات وحجد كبير لرعاية من عدة كنائس محلية. وفي عدة القداس الذي ابتدأ بصلاة المسبحة الوردية دعا المطران خضر الله تعالى أن يديم نعمة الاستقرار في الأردن وأن يحفظ قيادته الهاشمية وشعبه الكريم، مشيرا إلى أن الوئام الديني في المملكة يعتبر نموذجا فريدا على مستوى العالم، كما رفع الصلاة من أجل العائلات والمسنين والمرضى ومن أجل السلام في كل أنحاء العالم. خلينا نتأمل في حياة مريم العذراء مشان نتعلم منها. هي أم اللي بتعلمنا، وزيارتنا لها اليوم في هذا المزار هي حتى نتعلم منها أيضا ما معنى أن تلتقي مع الله ومن ثم تبادر مسرعة إلى اللقاء مع القريب وإلى خدمته. مريم العذراء نقلت إلى لصبات الفرح، نقلت الفرح. الروح القدس الذي حل على مريم في البشارة يحل على إليصابات ويملأها فرحا، ما أن وقع صوت سلامك في أذني حتى ارتكض الجنين ابتهاجا في بطني. مريم عندما تلتقي مع الآخرين تكون سبب فرح لهم، لأنها تنقل لهم حضور الله، تكون سبب فرح. كما بنتذكر في عرس قانا الجليل وجودها كان سبب فرح لأهل العرس ولكل المشاركين. يسوع كان معها، ولكن لقاها مع القريب، زيارتها للقريب ليس زيارة مجاملة ولكن تنقل الفرح. مريم العذراء تكون سبب فرح، فلنذكر هذا المثال لكي نتعلم منها أيضا أن نكون سبب فرح حقيقي لكل من نلتقي معهم. سبب هذا الفرح هو حضور الله، روح القدس اللي حل على مريم العذراء، روح القدس اللي حل على إليصابات، فمنح هذا الفرح، الفرح في حضور الله، في العمل بمشيئة الله،
بخلاص الله تبتهج روحي بالله مخلصي. كما ألقى السفير البابوي كلمة دعا فيها الجميع إلى رفع الصلاة من أجل شفاء قداسة البابا فرانسيس، مستعرضا في كلمته دور السيدة مريم العذراء في خدمة شعبها والكنيسة. أنا اليوم كتير مبسوط لوجودي هون بيناتكم، خاصة في هذا المزار المكرس لسيدة الجبل، وزي كتير من المحلات الأماكن الموجودة في العالم هذا المكان موجود بالجبال، لأنه من دائما الجبل هو منطقة مكان لقاء مع الله. الإنجيل اليوم كان عن مريم العذراء التي طلع من الناصرة من بعد البشارة وراحت مسرية لعند إليصابات. إنه صحيح أننا جينا هنا على الجبل، ولكن صحيح أكثر إن العذراء إجت للقائنا على الجبل. هي تريد أن تتكلم معنا وتريد أن تلتقي بنا، وهي محتاجة أننا نأخذ ابنها للعالم. دائما مريم العذراء تيجي للقائنا لكي قوي فينا إيماننا في يسوع المسيح. ووجه الأب يوسف فرانسيس كاهن رعية اللاتين في عنجرة كلمة شكر فيها الحضور على مشاركتهم في إحياء يوم الحج المبارك، كما قدم الشكر لمسؤولي محافظة عجلون ولوزارة السياحة والأثار ولكافة الأجهزة الأمنية في المحافظة التي قدمت تسهيلات كبيرة لإحياء هذا الاحتفال. بس بحب أشكر باسم رهبان الكلمة المتجسد وباسم أبناء الرعية سيدنا المطران جمال دعيبس. شكرا سيدنا على الحضور. بنشكر على تراوسه القداس وبنشكره كمان على كرزته الجميلة للعذراء. شكرا كثير سيدنا. نشكر كمان سيادة المطران جوفاني باولو ديلتوسو سفير الفاتيكان، أول زيارة لي في عنجرة. شكرا كثير سيدنا على الزيارة. نشكر جميع الآباء الكهنة الإخوات الراهبات وجميع الحجاج اللي شاركوا في احتفال النهاردة، كل الشكر لكم. بحب أشكر بنوع خاص وزارة السياحة الأردنية وهيئة تنشيط السياحة لدعمهم في إنجاح هذا الحفل بتوفير البساط لنقل الحجاج من كل المملكة لعنجرة. شكراً كثير لهم. نشكر كمان عطوفة محافظ عجلون وكافة الأجهزة الأمنية وعطوفة رئيس البلدية بعنجرة. شكراً كثير لهم. أشكر بنوع خاص أبناء رعية عنجرة. شكراً كثير لهم، لأنه إنجاح الحفل ما كانش هيكون بدونهم وشغلهم وتعبهم معاي. شكراً كثير لكم. بشكر اللجنة المنظمة، بشكر الأخوية، بشكر الرهبات وبشكر الكورال. شكراً كثير. وكمان بحب أشكر كشافة مدبة وكشافة الزرقاء موجودين معنا. بشكركم جميعاً على تحملكم مشقة السفر عشان خاطر تيجوا النهاردة تشاركونا في احتفال سيدة الجبل، وكل سنة وانتم طيبين. شكراً لكم. وبعد القداس قدمت المرنمة الدكتورة هبة عباسي باقة من الترانيم الإيمانية، كما شارك في الاحتفال جوقة الكنيسة في عنجرة ومجموعات كشفية من الزرقاء ومادبة. وفي ختام الاحتفال تبادل الحضور التهاني بهذه المناسبة المباركة.